بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وإخواني الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجميلة والجديدة من رحلة الوعي. يوم جميل مليء بالفرح والسعادة والسرور إن شاء الله وتعالى علينا وعليكم جميعا. نكمل في الحلقة الثالثة من الوصية، الوعي والوصية. شوف هذه الآية معي بجانب الآية اللي ذكرناها في الحلقة الماضية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نفسه إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذا شوف أهمية الإشهاد في الشهادة في الوصية. فإذا كانت الوصية محدودة ومقسمة اللي بنشوفها بعد شوية للذكر مثل حظ الأنثيين وما ذلك من النسب المفروضة لكل الورثة، لكن هنا يشوف إذا حضر هاي مشتركة هالعبارة. القرآن مثل ما ذكرناكم وعلمناكم أن الإنسان يتدبر القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا، شوف هذه الجانب إذا حضر أحدكم الموت، نفس العبارة نفسها بالضبط مكررة هنا، ولذلك هاي تبين أن هناك في أهمية لعملية الوصية. فإذا كانت التقسيمات محددة فما داعي للوصية؟ إذن هنا ضرورة وأهمية الوصية للإنسان فيما سيتركه للوالدين والأقربين طبعا، لأنك أنت عندما تغطي جانب الأقربين وجانب الأرحام من المحتاجين وتعطيهم فيما ستتركه، والبعض ينقل هذه الوصية أو الميراث له للآخرين البعادة فيذهب ويتبرع ويعطي للحلقات البعيدة من الناس اللي في الجمعيات والنفع العام وغيرها، وعنده أقرباء وعنده أرحام محتاجين اللي ما متزوج، اللي ما عنده بيت، اللي ما عنده سكن، اللي ما عنده وظيفة. كل هؤلاء لو نحن غطينا الدوائر الأقرب، كل واحد يغطي في الدوائر الأقرب اللي حواليه لا اكتفى الناس كلهم. وبالتالي أنت لذلك جعلت صفة الرحمن وصفة الرحيم من الأرحام وإطالة الأعمار بصلة الأرحام. وهنا يوم نغطي الدوائر، لأنك أنت أعلم وأدرى في الدائرة القريبة منك، دائرة الأقرباء والأرحام، أنت أدرى بهم في احتياجاتهم وفي حالاتهم وفي أحوالهم. فأنت يوم تغطي هاي الدوائر، كل واحد بيغطي في هالدوائر، سوف نصبح كلنا ما شاء الله مكتفين وفي دائرة من الكرم ومن الجودة ومن الرخاء ومن الرفاهية. والبعض الآخر يتعدى هذه الدوائر ويقوم يعطي دائما يتبرع ويتحسب أنها سوف تنفعه في الآخرة في بناء المساجد، وعنده ناس أقربين وناس أرحام محتاجين بناء المساجد. وجدنا في كل في كل في في كل منطقة 3-4-5 مساجد مبنية وتجد الحضور لا يكتمل صف أو صفين، وإهدار في الماء وفي الكهرباء وفي البناء. وعلى كبيرة أن نحن في المجتمع من الناس المحتاجين، سواء للدواء، سواء للتعليم، سواء للحاجات الضرورية الأخرى من الزواج ومن المأوى ومن الملبس ومن المأكل ومن المشرب ومن المركب، كذلك سيارة ما عنده، نقل ما عنده، ظروف الحياتية صعبة، وناس بالملايين يشيدون هذه المباني والحضور ضعيف ولا يكتمل، وكل منطقة فيها 3-4-5-6 يمكن أكثر بعد. وهذا طبعا خلاف ما يدعو إليه القرآن الكريم في موضوع الوصية. وكما ذكرنا هذه الآية فإنها تعاضد بشكل قوي للآية التي كتب اللي ذكرناها في حلقتين سابقتين وأكدنا عليها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، نفس العبارة مكررة في هذه الآية،
كتب يعني هاي مثل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصلاة، فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين مع بالمعروف حقا على المتقين. وطبعا لولاك تكون هاي الأهمية كبيرة وعظيمة، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. حتى تذكرون ما ذكرناه في الحلقتين السابقتين من الوعي والوصية. لكن دكتور شو بالك بالنسبة للآيات الإرث اللي تذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ زين هاي الآية اللي موجودة في سورة النساء الآية رقم 11 انت كملها تشوف بماذا تنتهي كما علمناكم. اربط بداية الآية مع نهاية الآية لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتدبرون كتاب الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد ها هنا نحن جينا مربط الفرس. هنا شوف يقولك من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن الوصية والدين مقدمان على موضوع التوزيع. هذا التوزيع في حالة أن الإنسان ما وصى أو بعد ما يوصي، شوف بعد ما يوصي للأرحام والأقربين اللي قلنا عليهم سواء يوصي مبالغ أو ممتلكات أو نسبة، يقول للبيت الفلاني أو للعقار الفلاني أو للمبلغ الفلاني 100,000 200,000 10,000 whatever مليون درهم، أي يوصي لأحد أولاده لأحد الورثة. قلنا الوصية لوارث يجوز، كيف ليش؟ الآية واضحة وصريحة. إذن خلاف ما وردته السنة لا وصية لوارث، وخلاف ما ذكرناه في أن الثلث والثلث كثير. لا يا أخي، هالإنسان يعني هو مدرك أنه ياسي بيقدم على مرحلة أخرى في حياته، وبالتالي سوف يخطط لها بأفضل ما يكون، وسوف يعطي عطاء يجزله في الآخرة، هو للأرحام والأقربين، يغطي الدائرتين الأكبر إذا ما كان ينتقل للدوائر الأوسع لاحقا. هي طبعا، وبالتالي هاي الآية جدا قوية، يقول لك من بعد وصية يوصي بها. يعني هاي الموضوع التقسيمات اللي ذكرناها والنسب اللي ذكرناها للورثة من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن الوصية نطلعها أول عشان هو عارف بهؤلاء الذين المحتاجين من دائرة الأرحام والدائرة الأقارب حتى الدوائر الأخرى بعد ما يحددها، وليس الثلث، ممكن يكون أكثر من الثلث، وطبعا يطلع الدين إذا كان عليه دين. طبعا ها مقدمان، إذن أول شيء الوصية والدين مقدمان على التوزيع الإرثي اللي ذكرتها هذه الآية الكريمة. وهذا يبين أهمية ودلالة الوصية للإنسان، لأن سوف تحفظ له كرامته في أولاده وأرحامه وأقربائه والدوائر الأخرى التالية التي في المجتمع، وبالتالي يحظى بها فضلا وجزاء وثوابا في أخرى، في دنيا وأخرى، يحفظ فيهم ماء وجه ذريته وعياله وأبنائه وأرحامه وأقربائه، وكذلك ينتفع في أخرى، لأن المرحلة القادمة التي سوف ينتقل إليها مرحلة ما محتاج فيها مادة، وبالتالي المادة هذه سوف يوصي بها لمن هو في حاجة إليهم في هذه الدنيا في التجربة الأرضية المادية كما ذكرنا وكما أسلفنا. إذن من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأنك أنت ما تدري، لكن أنت اللي نفعوك في هذه الحياة، في الحياة المادية، سواء كانوا من الأرحام ومن الأقرباء أو من الدوائر الأخرى اللي قدموا لك خدمات. يعني ممكن يكون مو ابنك ولا أحد من أقربائك، ممكن هاي الآية تدل على الدوائر الأخرى كذلك، إن ممكن ناس ثانيين قدموا لك الخير، آووك ورعوك واهتموا فيك
ومن هو من أصدقائك ومن عوائلك الذين اهتموا بك وحتى ساعدوك في مرضك، في حاجاتك، في بنائك، في مشروعك، في حياتك الدنيا، ممكن تقدم لهم هذه الوصية لأبنائهم، خاصة إذا كانوا أولي حاجة وأولي حالة من الحالات. فهاي كلائك لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يبدأ ذكرك أنك تضع الأشياء في مواضيعها، وبالتالي بقدر أنت ما تكون إنسان واعي وتضع الأمور المادية هاي في 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 مواضعها، تحت سوف يكون لك الجزاء الأوفى في الآخرة، في الدنيا وفي الأولى وفي الأخرى إن شاء الله وتعالى. جعلنا الله من الناس الواعين بموضوع الإرث وموضوع الوصية، وبارك الله فينا وفيكم جميعا في دنيانا وفي أخرانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.